دواء. الجسم بتختلف من شخص برافو لآخر. عليك، برافو عليك. السن والجسم، طريقه امتصاصك للبرشام او العشب او طريقه استخدامك للحاجات اللي زي دي، كل دي حاجات. عشان كده بنقول من بدايه يا جماعه، من اول من دي وان زي ما بنقول، انا عايز اخس فانا هعرف اروح للراجل المتخصص في ده. ما هوش عايز اخس هكلمك، انت خدت ايه يا استاذه؟ خدت كذا. وانت خدت ايه يا دكتور؟ خدت كذا. وانت خدت ايه يا محمد؟ خدت كذا. ويا نوع خدت ايه؟ ويا سوا خدت ايه؟ واللخبطه دي تخيل عربيتك يبقى اغلى منك بصحبه قوي، يعني عربيه الانسان يبقى اغلى منه. هي الست نفسها عربيتها اول ما تعطل فيها حاجه قد كده تجري على التوكيل او تجري على الميكانيك، انما مثلا شعرها سقط تروح متكلمه صاحبتها، خدت ايه شعرك؟ خدت كذا كذا. توقع لها شعرها تيجي تعيط. طب انا عايز اخس، تروح متكلمه صاحبتها، اختها، والدتها، خالتها، عمتها، جارتها. ده غلط جدا. عشان كده بنقول السمنة يا جماعه. دكتور انا اسفه اللي بقطع كلامك، احنا معانا اتصال. يلا احنا معانا اتصال، معانا دينا من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذ سعيد؟ دكتور سعيد محي. الحمد لله. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. والله والدتي مشيت على مرهم روما فتره كبيره وما شاء الله يعني جاب نتيجه حلوه. حلو تمام. يا ربنا يشفيها يا رب. جيت في وقت جربت كريم تاني ما جاش معاها خالص ولا اي نوع تاني. هي بس ايه يعني ست كبيره عندها 50 سنه ومن ساعه ما خدت معاش واحنا مش قادرين نجيب المنتج اللي هو روما. ايوه انت عايزه يعني انت عشان هو سعره مش مناسب ليكي جربت حاجه تانية ما جابتش نتيجه. جربت، انما روما جاب معاكي نتيجه. لا هو بسم الله ما شاء الله جاب نتيجه معاها وارتحت عليه وبقت تقدر تنزل سلم وتمشي وتسافر. حلو. طب ما انتوا منين يا دينا؟ من القاهره؟ نعم. منين؟ من القاهره. انا من اسكندريه. طيب اوكي، من اسكندريه. استاذنك سيبي تليفونك مع الاستاذ محمد عقل واحنا هنبعتك تاخدي الكريم هديه مني ليكي لوالدتك ان شاء الله، ربنا يشفيها يا رب. شكرا. اي دينا. اسئله تانية؟ خلاص دينا خدت الكريم بقى. خدت خلاص. خدت الله. نرجع طيب لموضوعنا تاني. بشكرك شكرا جزيلا طبعا يا دكتور. على ايه؟ مش على حاجه. اصل الستات الكبار دول الله يرحم والدتي دعوه منهم احسن من 50,000 علبه كريم يعني، واخده بالك؟ الدعوه دي حاجه مهمه. ربنا يشفيهم يا رب. ودي منتجاتنا بقى. الميزه احنا عندنا لسه هنتكلم على يعني المنتج. لا أنا مش هتكلم عن المنتج منتج. انا اقصد اقول لك ان هي دي ده روما ده كريم عشان خاطر المفاصل عندنا. الكريم ده اولا منتجاتنا تصنع داخل مصانع الادويه. يعني برضه عشان برضه دايما الناس تتهم الاعشاب بالدجل والشعوذه والنصب والحاجات دي. انا بقول يا جماعه انا صيدلي متخصص في العلاج بالاعشاب الطبيه، انا معايا دبلوم وماجستير في الهيربال ميديسين. ده واحد. اتنين، انا عندي 42 منتج مترخصين في وزاره الصحه، مترخصين في وزاره الصحه رسمي. ثلاثة، المنتجات بتاعتنا تصنع داخل المصانع، ما بعملش حاجه تحت السلم. حتى لما نيجي نتكلم عن الشاي بتاع التخسيس هفرجك عليه، هتلاقي المنتج بيتصنع داخل مصنع دواء ما هوش معمول تحت البير السلم زي ما بيقولوا. اربعه، وده المهم، ان احنا الحمد لله بقى لنا دخلنا في 20 سنه في السوق وما زلنا متمسكين بقوتنا في السوق ومصداقيتنا والحمد لله عند ربنا سبحانه وتعالى كل ده. الحمد لله. فنرجع للتخسيس. نرجع بقى للتخسيس. ارجع للتخسيس. عايز بس اقول ان خلاص هنبدا نخس. الاساس في التخسيس مش الاعشاب بتاعتي ولا الاعشاب اللي انت تشتريها من عند العطار ولا البرشام اللي هتاخديه من الصيدليه ولا الدواء اللي هتاخديه من عند الدكتور ولا العمليه. طيب خلينا ناخد العمليه دي عشان برضو في ناس سالنا. انا عايز اتكلم في العمليه. صح كده؟ حلو. اهم حاجه بصي العمليات. العمليات دي انواع كتير جدا، انا مش هتكلم على انواعها مش تخصصي. ولكن انا عشان اروح اعمل عمليه، احنا بس عايزين نتكلم على موضوع البالونات وتكميم المعده و... دي اهم حاجه. انا النهارده ست عندها وليكن مثلا 30 سنه تمام، وزنها 120 كيلو او 130 كيلو وتبقى 140 كيلو اوفر دوز وزن. طبعا الست دي لما تروح تعمل عمليه ايا كان شكلها بقى، بالونه، تدبيس معده، تحويل مص، ايا كان الشكل، نيجي نقول انت شفتي ناس كتير، زمايلك او صحابك او جيرانك، وانا شفت ناس كتير قوي بيتعرضوا عليا. الست دي لما بتيجي تعمل عمليه لو عدت من العمليه على خير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ابداي شوفي شكلها بعد مثلا 5-6 شهور، هتلاقي شكلها ايه؟ خست صح؟ بالظبط. بعد ما خست شكل وشها عامل ازاي؟ عجزت صح؟ ثلاث ارباعهم، بتكلم عن النسبه العاليه جدا. بتلاقي الست بدات، بصي اوعي تفهمي ان عربيتك مثلا نوعها مثلا مرسيدس مثلا او بي ام او ايفر، شكلها ايه او فيات او اي حاجه، العربيه اللي نازله من بلدها بالشكل ده، وتيجي تقولي اصل العربيه دي انا هغير فيها، هغير الكاوتش مثلا اخليه كبير، هغير الماتور اخليه كبير، ايه اللي بيحصل؟ او هصغر الماتور او اشغل كراسي او احط شاشه
عمر العربيه بترجع لطبيعتها، صح ولا غلط؟ اكيد وده طبعا، وده صنع بشر مش كده؟ صح طبعا، صنع ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلق جسمك بالشكل ده. فتقدري انت افضل محارب، محارب اسمه محاربه زي ما يجي له السرطان لا قدر الله، يقول لك بيحارب السرطان. انا اسمي السمنه احارب السمنه. انا لما يجي حد يقول لي اقول له انت هتحارب، او انت يا ستي هتاخدي العلاج فانت هتحارب السمنه. تحارب السمنه يعني ايه؟ يعني هتنتظمي على العلاج، يعني هتنتظمي على الرياضه، يعني هتنتظمي على الاكل. برافو عليكي، اسلحه، مجهزه الاسلحه. برافو عليكي، بقى تنتظمي، مش تروح تقولي انا هاخد الاعشاب بس هاكل. لا مش هينفع. طب انا هاخد الاعشاب واكل بس مش هلعب رياضه، برضه مش هينفع. فانت لازم تبقى انت داخله المعركه على انك داخله تحاربي، انك عشان تجيب معاك نتيجه كمان. دكتور